استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة الفريق بحر إسماعيل بابارو بمناسبة تعيينه قائدا جديدا للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائدا للأسطول الخامس، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. خلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الجديد والوفد المرافق متمنيا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة. أشاد معاليه بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده تلك العلاقة من تطور ولماء على كافة الأصعدة والمجال العسكري خاصةً.